فرع معانا شويه. بالنسبه لنا احنا كنفرولوجيست بنقول لا مالناش دعوه، نشوف جهاز السونار عندنا في الوحده نقول لا، يعني الى حد ما حد تاني يجي يعمل السونار، حد تاني يبص عليه، حد يقول تاني يقول لنا ده اكيد كيدني انجري، حد تاني يقول لنا ده اند ستيج. فالهدف من المحاضره النهارده ان احنا شويه نغير المفهوم ده. فاسم المحاضره Ultrasound What Should We Know. واحنا كنفرولوجيست طبعا مش هنتعمق في الحاجات بتاعت السونوريست، بس عاوزين الحاجات اللي ما ينفعش احنا نكون مش عارفينها. اول حاجه يعني ايه بوكس؟ النهارده المحاضرات كلها هتبقى شويه انتراكشن، فهيبقى في اسئله شويه زياده، معلش هحارب برضو عشان نبقى مصحصحين شويه. يعني ايه كلمه ابريفيشن بتاعت البوكس؟ احنا كنا قايلين ورق وطابعينه عشان الناس تكون عاليه شويه، واضح ان يعني البوكس هي بوينت اوف كير اوف التراساوند. معناها ان انا كفيزيشن ككلينيشن العيان بتاعي ايه اللي انا ممكن اعمله له بالسونار بيتسر، مش لازم او انقله او اوديه وحده الاشعه عشان يعمل لي سونار، لا انا نفسي الفيزيشن اللي بمر عليه كل يوم انا المفروض ادور على ايه واعمل ايه. باخد الهيستوري، بعمل كلينيكال اكزامينشن، بكون بسال اسئله معينه، لازم اكون بسال ذا رايت كويستشن وانا بعمل كلينيكال اكزامينشن، وبعد كده ممكن اعمل له انا السونار. ايه الاسئله بالنسبه لنا احنا واحنا بنمر واحنا في الطوارئ بيبقى في دماغنا احنا كنفرولوجيست هنستفيد منها بالسونار؟ ايه تاني يا دكتور عمرو ممكن نستفيد بيه بالسونار؟ واحنا يعني انا بمر على الحاله وهعمل له سونار دلوقتي عشان بفكر في حاجه معينه، ايه الاسئله اللي ممكن تدور في بالك؟ قال العيال اصلا هو كان قالوا طب في كوادر دلوقتي ماشي اصلا كان كروني في الاول وبعدين دلوقتي تمام. ده ممكن اعرفه من الهيستوري، ممكن اعرفه من السونار ان انا السايز بتاع الكيدني عامله ازاي؟ الايكوجينيست بتاعته عامله ازاي؟ هل في انكريز في السايز؟ هل هو اكيوت؟ ايه تاني ممكن؟ اكسكلود الاوبستراكشن. الاوبستراكشن هل هو اوبستراكتيف يوروباسي؟ هل في باك بريشر ولا لا؟ تمام ده برضه هنشوفه بالسونار. ده مش محتاج ان انا استنى على السونار يومين ثلاثه عبال ما انا اعمله. ايه تاني ممكن؟ الفوليوم ستيتس. بالنسبه لنا لازم نشوف هل العيان ده دي هايدريتد، هديله فلويدز زياده، كل ده المفروض احنا كنفرولوجيست نكون بنعرف نعمل ده ونعرف نعمل ده كويس، لان العيان ده بتاعنا احنا. لان لو انا وديته بتاع السونار ماشي هيقول لي سايز كذا، الايكوجينيستي كذا، الفارينكما كذا، ممكن ما يبصش على الاي بي سي اصلا، ممكن ما يبصش على بيور انفيوجن فيه ولا لا، ممكن ما يبصش على حاجات كتير انا المفروض بسالها في دماغي، وبعد كده انا انزل تاني اقول له لا انا عاوز اعمل كذا وكذا. عشان كده كلمه بوكس اللي هي بوينت اوف كير اوف نيفرولوجي او بوينت اوف كير اوف الترا ساوند دي تعتبر الايرور بره، ان انا المفروض اعمل له سونار زي ما انا شايف، انا زي ما انا عاوز انا، وانا بسال الاسئله بتاعتي انا ما حدش هيعرف يجاوبني عليها غيري انا. عشان كده بالطريقه بتاعت الاسلوب بتاعنا ده احنا بالنسبه لنا كلينيكال اكزامينشن عارفين الفور بيلر بتاعت الكلينيكال اكزامينشن: انسبكشن، بالبيشن، بيركشن، اوسكالتيشن. دلوقتي ممكن نحط الايه؟ الانسونيشن اللي هو السونار. بعد ما انا اخد هيستوري، بعد ما اعمل الكلينيكال اكزامينشن كله، ممكن نعتبر الالترا ساوند الفيفث بيلر اوف كلينيكال اكزامينشن. هنتكلم شويه حد بيزكس بالنسبه للالترا ساوند البروب. احنا كلنا عارفين ان في بروب سوبرفيشال وفي بروب الابدومن. السوبرفيشال اسمه اللينير، اللينير بروب ده يعتبر اسمه الهاي دبليو دي فريكونسي هاي ريزوليوشن، بس ما بيحصلش بنتريشن كامله، فعشان كده بيجيب السوبرفيشال. عشان كده احنا تجاوزا بنسميه السوبرفيشال بروب، بنشوف بيه ده اللي يعتبر احنا بنركب بيه الاساطر، ده اللي احنا بنشوف بيه الفينز من بره. الكيرف لينير ده بيبقى لو فريكونسي بس لو بنتريشن اكتر بكتير من السوبرفيشال، بس بيدي ريزوليوشن اقل، عشان كده بنستخدمه في الابدومينال اكزامينشن.
طبعا في تاني الفيزد ايري بروب بتاع الايكو مالناش دعوه بيه احنا ما بنحبش نقرب له. طبعا الاثنين بروبز دول المفروض يكون اي وحده كلى يكون فيها الالترا ساوند فيها الاثنين بروبز جاهزين ونحافظ عليهم على قد ما نقدر زي ما الدكتور زغلول دايما بيقول لنا اوعى تكسر عشان دايما بنقعه من على بطن العيال. المونتاج على ايوه يا باشا كلنا عارفين شكل الالترا ساوند البيكتشر بتاعته بتبقى كلها جراي كلها رصاصي كل دوت بتبقى ريفليكشن للتيشو وبيعمل لها اناليسز الالترا ساوند كل ريفليكشن له انديكيتور فهو اللون العام بتاع الصراخ جراي في كام شادو من الجراي في 256 شادو من الجراي كل واحد فيهم بالسونار الى حد ما بنعتمد عليه ده افتح ده اقل ده أو يعني الى حد ما اللي هي اللي بنعتمد عليه في الدايجنوستيك فبنسميه ايكوجينيستي ايكوجينيستي اللي هو ده البرايتنس بتاعت التيشو ان ريليشن للسراوندنج ستراكشر يعني الايكوجينيستي مش حاجه كونستنت ده حاجه ريليفنت ريليفنت للي حواليه يعني انا ما اقدرش اقول ده ايكوجينيك او زياده ده بنقارنه بايه زي ما بنقارن الايكوجينيستي بتاعت الكدني بالليفر اللي فوقيها او بالسبلين اللي جنبها دي صوره تعتبر تجميعه شويه يعني ايه ايكوجينيستي ويعني ايه ريليتيف ايكوجينيستي يعني هنا مثلا اول واحده دي تعتبر افتح من اللي حواليه دي بنسميها هايبر ايكوبك اللي بعدها يعني غامقه عن اللي حواليها شويه يعني الدوتس بتاعتها شويه اسود من اللي حواليه دي بنسميها هايبو ايكوبك اللي جنبها يا دوبك احنا شايفين هيزي للدايره اللي احنا شايفينها دي بنسميها ايزو ايكوب واللي ما بتبقاش واخده حاجه بتبقى سودا خالص مش مطه خالص ده بنسميها ان ايكوب الايكوجينيستي زي ما قلنا ريلاتيف للي حواليه يعني ايه ريلاتيف للي حواليه يعني مثلا الالترا ساوند ويفز الالترا ساوند ويفز في اول واحده مثلا الويفز بتنزل من البروب بتعمل بنتريشن للتيشو يختلف البنتريشن من تيشو لتيشو لتيشو يعني مثلا اول حاجه ده فيزل وول البنتريشن بتاعه بيبقى سهل جدا فعشان كده بيدينا المنظر اللي تحت ده اللي هو راوندد اسود والايكوجينيستي بتاعته تعتبر ان ايكوب يعتبر الريزيستنس في الفاسكولار في الفاسكولار وول او في الفاسكولار في اي حاجه فاسكولار بتبقى البنتريشن بتاعها يعتبر ما فيش حاجه نتيجه الريزيستنس تعتبر اقل حاجه كل ما زادت الريزيستنس كل ما زادت الايه الهايبر ايكوجينيستي يعني مثلا الكدني مين اكتر المفروض مين اكتر يكون الايكوجينيستي بتاعته اكتر الكورتكس ولا المدلل دكتور علاء الكورتكس عشان ايه المدلع ايكوجينيستي اكتر يعني الكورتكس بيبقى هايبو ايكوك يعني بتبقى اسود شويه ده نتيجه ان الفاسكليتشر بتاعتها بتبقى اكتر بكتير من المدلع فبيبقى البنتريشن بتاعها بيبقى اكتر فبيبان ان هي زي ما تحت كده اسود اكتر من المدلع شويه وبيبان زي ما في النص كده بيبقى فيه في ساينس فاب بتاعت الكدني ده يعتبر حاجه ريفليكشن زياده عن اللزوم فبيبان ان هي ابيض زياده الدايفراجم ده يعتبر فايبرس فبيبان ان هو خط ابيض بيبقى هايبر ايكوز لو في بابنز زياده عن اللزوم زي في حالات البايلون نيفرايتس بتبان برضو كحاجات سودا السونار لما بيجي على ريب او بون بيبقى له سيجنيفيكانت بيكتشر زي ما هو باين كده حاجه وتحتيها شد وهنقول ده اسمه يعني خلاصه الكلام ان البنتريشن بتاع الالترا ساوند ويف بتعتمد على الريزيستنس بتعتمد على الريزيستنس بتاعت التيشو ده اسمه ايه؟ اسمه اكوستيك امبيدنس امبيدنس يعني ريزيستنس الالترا ساوند ويفز لو قابلت في اللي على اليمين دي في ستون انا مش شايف ده حاجه باينه كويس باين ان هي ستون من فوق تعتبر هايبر كويك من تحت الالترا ساوند الالترا ساوند ويفز ما عدتش وراها حصل لها رجعت تاني حصل لها ريفليكشن تاني ما عدتش ورا بيبان تحتيها اكنه شادو اكنه واحد واقف قدام لمبه اكنه واحد واقف قدام لمبه وراه ضل ده اسمه اكوستيك شادو اي ستون ب
بالنسبه لنا انا شكيت ان هي ستون من اللي هي هايبر ايكويك زياده عن اللزوم، لازم اتاكد ان وراها شادوينج ولا لا. وراها شادوينج يبقى دي فعلا ستون، ستون او بون او زي ما هنقول دلوقتي. لما بيبقى فيه سيست، السيست زي ما قلنا بيبقى فيه يعتبر كلير فلويد، يعتبر زي الفاس، زي الفيزل وول، يعتبر فيه ميه، يعتبر فيه بلاد، بيعدي على طول الالترا ساوند بتبقى مفيش ريزيستنس فبيعدي على طول. نتيجه ان فيه كيرف يعتبر في الـ في الـ في السيست، بالنسبه لنا بيبقى فيه زياده في الالترا ساوند ويفز ورا السيست، اللي هي زي ايه الابيض اللي تحت الاسود ده. ده كده. ده اسمه اكوستيك انهانسمنت. اللي بيحصل زياده في الكونسنتريشن بتاعت الالترا ساوند ويفز ورا السيست. ده برضه سيجنيفيكانت للسيست، ان انا اتاكد ان السيست يعتبر فيه كلير فلويد ولا لا. دي كلها تعتبر بيزكس لازم نكون واخدين بالنا. الاناتومي بتاع الكدني يعتبر برضه زي ما احنا كلنا عارفين، الكبسول بتاعه تعتبر فايبرس فبيبان في الالترا ساوند ان هو يعتبر حاجه بيضاء شويه. الرينال كورتكس، الرينال مدلة تحتيها، الساينس، الساينس فات، الرينال مدلة، البيراميدز، الرينال بلفس. طبعا احنا ما بنشوفش حاجه من اليوريتر او الرينال بلفس زي ما هنقول في الالترا ساوند العادي، المفروض ما بنشوفش الرينال بلفس خالص. ده تعتبر منظر ساجيتال فيو للكيدني. ساجيتال فيو للرايت كيدني لان فوقيها الليفر اهو. ساجيتال فيو لان هي جايباها بالطول طولها كله، ويعتبر كل ده كل ده من بره، ده الكورتكس، وفي النص الابيض ده اللي هو الساينس فات، ومش باين في حاجه في النص زياده عن اللزوم اللي هي هايبر ايكويك نتيجه ان ما يعتبرش في دايلاتيشن. عشان نعمل اسسمنت للكيدني زي اي اورجن المفروض بنعمل له اسسمنت لازم بنشوفها باتنين فيو. الساجيتال فيو، يعني ايه ساجيتال فيو؟ البوينتر اللي موجود على الالترا ساوند برو بيبقى فيه حاجه سن صغير كده فوق. ده المفروض لو ساجيتال هنخليه توورد هيد فيجن براسه، تمام؟ لو عاوزين نشوف الترانسفيرس فيو، ساجيتال فيو بيبقى زي ما قلنا بيبقى اتجاه البروت لفوق. ترانسفيرس فيو بيبقى اتجاهه لليمين اللي هو لنفس الماركر بتاع الالترا ساوند، النقطه اللي بتبقى موجوده على كده، تمام؟ يبقى اي حاجه انا بالنسبه لي بشوفها بالنسبه للكيدني لازم اشوفها ساجيتال فيو وترانسفيرس فيو. الساجيتال فيو هيجيب لي الكيدني بالطول، الترانسفيرس فيو هيجيبها لي بالكات فيو. ده يعتبر كات فيو اللي هو ترانسفيرس فيو. انا بالنسبه لي لما اجي اشوف الكيدني ساجيتال فيو بحرك، بعمل تيلتنج للبرو، بشوف الكيدني من اولها من الجنب لاخرها، بشوف اي سيست موجود رايت او ليفت، ابر اند لور. بالنسبه لي مش هقدر اشوفها ابر اند لور كويس من غير ما اشوف الترانسفيرس فيو. الترانسفيرس فيو بالنسبه لي هشوف فيه اكتر اللي لو كان فيه دايلاتيشن جوه في الرينال بلز، هنا يعتبر مفيش. الايكوجينيستي بتاعت الكدني بالنسبه لنا احنا لما بنشوفها تعتبر زي ما بنقول لا منوره، اللي هي يعني ايه منوره؟ اللي هي الايكوجينيستي بتاعتها هايبو ايكويك شويه عن اللي حواليه اللي هو الليفر، وبتبقى سراوندد بالرينال كبسول، وبيبقى باين الى حد ما ان هي اكنها متغلفه بغطا. فكره الغطا بالنسبه لنا، فكره الرينال كبسول بيحدد لنا الالاينمنت بتاعت الكدني الى حد ما هي شويه انا جايب الفيو كله كامل ولا مش كامل. لان ساعات لو انا بشوف الترانسفيرس فيو السيرجيكال فيو لازم اجيب اطول فيو للكدني عشان اخد سايز كويس. ده الخط الاصفر زي ما حضراتكم شايفينه كده، ده معلم على الليفر بارينكيما وتحتيها الكدني عادي. ده يعتبر كده بالنسبه لنا الايكوجينيستي بتاعت الكدني هنا وهنا. تعتبر هايبر ايكويك ولا هايبو ايكويك عن الليفر؟ شويه هايبو ايكويك اللي هي تعتبر اكنها مر. لو بصينا للسلايد دي، دي تعتبر هايبر ايكويك نتيجة إن دي نقدر نقول إن دي هيلثي كيدني أو جريد 1 حتى، ودي تعتبر الإيكوجينيستي بتاعتها عالية شوية زيادة عن اللزوم، نتيجة إن هي مور رايت هايبر إيكوجينيك عن السراوندينج ستراكشر اللي هي هنا.
ودي صوره لها برضو مبينها الى حد ما ان هي مور برايتر هايبر ايكوليك. في الكدني وانا بشوفها ممكن اقابل سيست. السيست ممكن لازم اشوفه بالساجيتال فيو اللي هو البروب ناحيه راس العيان والترانسفيرس فيو عشان اشوفه هل فعلا في كالسيفيكيشن، هل في سيبتيشن، هل في كومبليكيشن بالنسبه للسيست ولا لا. ما ينفعش اساس الكدني من غير ما اشوف السيجيتال فيو والترانسفيرس فيو وانا بعمل تيلتنج بحيث ان انا اعمل سكاني للكدني كلها. زي ما قلنا هنا السيست في فلويد المفروض ان هو كلير، الالترا ساوند ويفز بتعدي مفيش ريزيستنس جوه السيست، هيبقى وراها حاجه اسمها اكوستيك انهانسمنت. بالظبط. فلازم انا بالنسبه لي لازم اتاكد هل فعليا ده سيست ولا لا بالانهانسمنت اللي تحتيه، وده كل ما اشوف انهانسمنت كويس بالنسبه لي يعتبر مفيش ريزيستنس جوه، يعني مفيش غالبا ان شاء الله مفيش كومبليكيشن ان هو يكون في تربل اوت. السيجيتال فيو زي ما قلنا هو ده اللي بنعتمد عليه ان انا اشوف اللينس بتاعت التوتال لينس بتاعت الكيب. لازم اجيب اكبر فيو للكيب، لان لو بالنسبه لي جبت فيو عامل كات سكشن فوق الميدل لاين بتاعت الكيبني هجيب اندر استيميشن للسايز. السايز بتاع الكيبني كلنا عارفينه اقل حاجه ما تقلش عن 10 ولو اكتر من 12 ونص يبقى كده شويه انلارجمنت. الكورتيكال سيكنس ما بنقدرش كلنا نشوفه لان المفروض يبدا من الليلة الكبسول لحد البيراميد، احنا بنعتمد على البارينكيمال سيكنس اللي هي من اول الليلة الكبسول لحد يعتبر بدايه الساينس فير. الكورتيكال سيكنس بيبقى 0.7 ل 1.1، البارينكيمال سيكنس 1.4 ل 2 سنتي، اللينس زي ما قلنا من 10 ل 12 سنتي. مش هقدر احدد اللينس بتاعت الكدني الا بالساجيتال فيو، ساجيتال اجيبها كلها واحاول ان انا على قد ما اقدر اجيب اطول فيو. ساعات احنا بنحط البروب نلاقي المنظر ده سيست في كل حته. خلاص العيان بوليسيستك. طب هل هو فعليا بالنسبه لنا هل هو سيست؟ سموث سيست؟ سموث سمبل سيست ولا لا؟ هنا طبعا ده سيست عادي اهو. تحتيه يعتبر زي ما قلنا الانهانسمنت. هل السيست بالنسبه لنا يعني لو قارنا السيست ده، السيست ده سمبل سيست ما فيهوش حاجه، الوول بتاعه يعتبر ما فيهوش حاجه. هل الوول ده طبيعي؟ ده غالبا كالسفايد سيست، في كالسيفيكيشن ومش تحتيه انهانسمنت، بالعكس انا ممكن اقول اللي وراه ده كمان شادو، يعني الى حد ما حجب نزول الالترا ساوند ويفز من السيست لحد ما تعدي خالص. هل السيست ده ممكن نعتبر ان ده تعتبر سيتيشن او الاثنين فاتحين على بعض؟ نقدر نحدد بالسونار هل في سيست ولا لا؟ السايز بتاع السيست، هل في انهانسمنت، هل في كليرنس فلويد ولا لا؟ هل في سيتيشن وهل في كالسيفيكيشن ولا لا؟ طبعا السيست في الكدني تعتبر من اسهل الحاجات ان احنا ممكن نشوفها. شايفين هنا الرينال شادو يعتبر من فوق اهو، ادي الرينال كبسول ماشي معايا من بره، يعتبر كل ده رينال تيشو. يعتبر بالنسبه لنا عاوزين نشوف هل هي اللارجر ولا لا، هي واضح ان هي شويه اللارجر. بس هل طبيعي ان انا اشوف الرينال بلفس بالصوره دي؟ هل انا اشوف الرينال كاريسس بالصوره دي؟ احنا زي ما قلنا المفروض الكيدني بتبقى كانها في كولابس من جوه، ما اكونش شايف الرينال بلفس خالص. الساينس فات يكونوا لابسين بعض من كل الجهات. فكره ان انا اشوف الرينال بلبس، فكره ان انا اشوف دايليتيشن جوه الكدني بالنسبه لنا ده يعتبر في باك بريشر، في اوبستراكشن. دي صوره ثانيه برضو بالنسبه لنا يعتبر ده برضو رينال بلبس وايت دايليتد كاريسز كلهم الاربعه او الخمسه كلهم دايليتد. بالنسبه لنا زي ما قلنا الكدني المفروض الرينال تيشو بالنسبه لها يكون الاكسكريشن سموث من غير اي باك بريشر، يعني الرينال بلفس المفروض ما يكونش فيه دايليتيشن. ده يعتبر النورمال كيدني ما فيهوش حاجه، الرينال بلفس مش باين حاجه، وبالنسبه لنا الرينال كولومز باينه جوه البلفس. لو بصينا هنا في الصوره دي ادي الكيدني تعتبر كده، بس انا شايف حتى هنا هايبو
كونك او انتي كونك اللي هي سودة زيادة عن اللزوم اكن فيها فلو ده بداية دايلاتيشن ده بداية دايلاتيشن فلينا فلينس بداية دايلاتيشن بداية يبان شوية ان في دايلاتيشن جوه رينا فلينس من غير ما يعمل كومبريشن على البيراميدز خالص نزيد الدايلاتيشن شوية نلاقي رينا فلينس زاد شوية وعمل بلانكنس للرينال بيراميد بدأت تخش لجوه ويبان اكتر الرينال كولومز بانت اكتر هنا ما كانتش باينه خالص هنا الرينال كولومز تعتبر باينه من الجنبين اهو يعني ده يعتبر اكتر واحد باين فيهم وده يعتبر اكتر واحد بدأت تتشعب لجوه شويه ان بدا الاوبستراكشن يبقى سيفير سيفير لدرجه ان هو بيضغط على الكورتكس نفسها لان احنا شايفين ادي الرينال كبسول من بره الكورتكس تعتبر العدم نتيجة الباك بريشر الزيادة. فالسيفيريتي بتاعت الهايدرونيفروزس بتعتمد على حجم الرينال بيلفس وقد ايه انا شايف الرينال بيراميدز وقد ايه انا مش شايف الرينال بيراميدز وقد ايه انا شايف الرينال كولومز. دي تعتبر حاجة تانية الرينال تيشو اهو في حاجة هنا في النص تعتبر دي لونها كده ايه؟ هايبر ايكوك يعني ايه؟ وراها اسمه ايه؟ الاكوستيك شادو ده بالنسبه لنا كده انا اتاكدت ان دي ستون بالنسبه لها هايبر ايكوك وراها الشادو الشادوينج بالنسبه لنا مهم جدا ان انا احدد دي الستون وخصوصا ان هي باينه في السونار هايبر ايكوك طبعا الرينال سيستم او الكيدني اسسمنت ما بيحصلوش كومبليت اسسمنت الا من اسس الدلوقت من غير ما اسس الدلوقت يعني لازم اشوف فبالنسبة لنا بعد ما عملنا اسسمنت للكيدنيز لازم ما اقولش خلاص والدنيا تمام ولا تمام وانا شفت الكيدني وتمام لا لازم اشوف هل فعليا البلادر موجودة ولا لا في حالات كتيرة بتجيلنا بنبلغ عليها في الطوارئ لما الراجل عامل الراجل معاه يعتبر انيوريك بقاله 3 ايام الراجل مش باس يورين بقاله 3 ايام الراجل كرياته 7 يلا بينا نغسله محدش بيفكر طب نركب له فوري طيب طب نبص عليه بالسمار طب نشوف ديستنج بلادر ولا لا عشان كده وجود السمار جوه وحده الطوارئ بتاعت الكلى اساسي عشان بالنسبه لنا لازم ناسس رينال والبلادر انا لما باجي اشوف البلادر زي اي اورجان زي ما قلنا لازم اشوفها بالسيرجيكال فيو يكون البوينت اللي موجوده فوق دي هو بيشنتس هيد هشوف ساعتها البلادر زي ما احنا شايفينها كده بتبقى تراينجل لازم اشوفها من كذا فيو عشان اشوف بالنسبه لنا هل في سيكنس هل في ستون هل في سوفت تيشو هل في اي حاجه بالنسبه لنا لازم نعمل سكاننج رايت وليفت زي ما بيقولوا تيستنج بالبرو رايت وليفت السيرجيكال فيو والترانسفيرس فيو الترانسفيرس فيو بيبين لنا البلادر كريكتانجل لو فيها اي ستون لو فيها اي سوفت تيشو لو فيها حتى كاس هتبان بالنسبه لنا لو هي اوبستراكت دي البلادر وبالنسبه لنا شايفين تعتبر ده حاجه هايبر ايكول وتحتيها شادوينج يبقى دي ستون جوه البلادر دي صورة تانية للرينال بلادر فيها اثنين ستونز وبرضه يعتبر جنب بعض وعاملين شادوينج محترم يعتبر كده احنا خلصنا البيزك اللي احنا المفروض كنفرولوجيست نعرفه عن الرينال الترا ساوند عرفنا السيست عرفنا الستون عرفنا السايز عرفنا الكوميونيكيشن اللي ممكن تبان في السيست الايكوجينيستي بتاعت الكدني الايكوجينيستي بتاعت الكدني بتعتمد على ان احنا نشوف كتير يعني الايكوجينيستي هل دي شويه زياده هل دي اكبر هل دي اقل زي ما قلنا ايه الاسئله اللي احنا ممكن نشوفها هل هو اكيوت ولا كرونيك ده يعتبر عندناه الكدني زي ما حضراتكم قلتوا فوليوم ستيتس الفوليوم ستيتس بالنسبه لنا لازم نحدد هل الراجل ده اوفرلودد؟ هل الراجل ده ديهايدريتد؟ هل الراجل ده مش هيحدد الا حاجتين ان انا اشوف اللنج وان انا اشوف الاي في سي. الالترا ساوند بتاع اللنج تعتبر من اسهل الحاجات ان احنا نعمل لها اسسمنت لان احنا ما بنشوفش حاجه. اللنج فيها ايه؟
فاحنا ما بنشوفش حاجه. اللي احنا بنشوفه ده ارتيفاكت، وعلى اساسه كل ارتيفاكت له سيجنيفيكانس معين. عشان مش نمس حاجه في الالترا ساوند بتاعه اللنج لازم نقسم اللنج لاربع اريا، كل لنج اربع اريا، عن طريق الباراستيرنال لاين، الانتيريور اكزيلاري لاين، البوستيرور اكزيلاري لاين، وبيعدي ترانسفيرس لاين جاست بيلو ذا ليب. فبنقسمها اربع كوادرنت، واحد اللي هو ابر انتيريور، لور انتيريور، ابر لاترال، وبيزل لاترال. كل واحد فيهم هنعمل له اسسمنت بالكيرفي لينير برو اللي هو الابدومينال برو اللي هو اللو فريكوانسي اللي بيعمل بنتريشن اكتر، لان احنا قلنا اللنج يعتبر ما فيهاش حاجه كلها ايه، فاحنا عاوزين ندور على الارتيفاكت اللي احنا بنشوفه. اللنج الترا ساوند احنا ما بنسمعوش غير مع بتوع العنايه، يقول لك ده الحاله فيها بي لاينز كتير، لا الحاله كونجستد، لا الحاله بنزل اعمل لها الترا فلتريشن. فده اللي احنا عاوزين نعرفه النهارده، يعني ايه اي لاينز، يعني ايه بي لاينز. بسرعه، الاي لاينز اللي هي الايه، ايه الالترا ساوند ويفز بتعدي قد السكن، بتعدي لحد ما تخبط في اول حاجه البلور، بتخبط في البلوره جزء منها بيطلع فوق بيحصل له انالز فيبان لنا البلورال لاين. ده هي تعتبر بلوره، تعتبر فايبرس ان كانت فرايتر او فيسترال. فالسلايدنج مع الانسبيريشن والاكسبيريشن يعتبر اسمه بلورال سلايدنج، فبيبان اكتر لما لو كانت الصوره بتتحرك، بيبان ان اللاين ده بيتحرك زياده عنه. في الترا ساوند ويفز بتعدي تخبط في البلوره وترجع تاني بتبان لنا بلورال لاين. بس اكتر حاجه مهمه بالنسبه لنا في الحته دي ان مش كل الالترا ساوند ويفز بتعدي كلها، في الترا ساوند ويفز بيحصل لها ايكو جوه السكن، بين السكن وبين البلورا، وتفضل تعدي بتدينا وقت كتير عبال ما ترجع للبروف تاني يحصل لها انالز. فبيبان اكن في ديلي للبروف هنا، ديلي للصوره هنا، ادي لاين وادي لاين، يعني اللاين الاساسي للبلورا فوق، ونتيجه ان حصل ديلي في الايكو ان هي الالترا ساوند ويفز ان هي ترجع تاني للبروف يحصل لها انالز، فبيبان كذا لاين تحت بعض. طبعا هنا انا ماسك البرو ساجيتال فيو، البوينتر بتاعته راحت راس العيان، فبيبان انا تعتبر البرو انا حاطه تحتيه غالبا اثنين ريبس. دلوقتي الالترا ساوند خبطت ريب هنا، هيبان تحتيها الاكوستيك شادوينج بار، ويبان تحتيها اكوستيك شادو. الاثنين اللي بينهم ده اسمه ريب انتر سبيس. انا باسس اللونج الترا ساوند بين مالتيبل ريب انتر سبيس. فكره وجود الاير لاينز بين الانتر سبيس ده تعتبر نورمال لانج. الاي لاينز دي حاجه نورمال، الاي لاينز ما دام في اير، ما دام في اي لاينز، يعني ايه اي لاينز؟ يعني خطوط بيضاء بالعرض بين اثنين ريب انتر سبيس. وانس اللي انا شفتها دي نورمال لاينز. البي لاينز، البي لاينز انا شايف بالنسبه لنا يعني ايه بي لاينز؟ بي لاينز يعني وجود انترستيشيوم سيكنس او ايديم، هيبان لنا اكنه حاجات بيضة من اول الفلورال لانج لاين لحد اخر الانتج، خطوط بيضة بالطول مش بالعرض. البي لاينز خطوط بيضة بالطول مش بالعرض من اول البلورال لاين لحد الاخر. وانس ان انا شفت المنظر ده يبقى انا كده في بي لاين. فين الفين يا فهم؟ فين البطولة؟ يعني انا شايفه اكتر اللي يعني زي ايه؟ من اول البلورال لاين هنا البلورال لحد تحت كده، ثواني بس، من اول هنا لحد الاخر، ادي واحد من اول هنا لحد الاخر. انت قصدك اللاينز اللي هي جراي، لا هي بيضه قوي ولا هي سودا قوي. ايوه، لا الابيض خالص هو ده البي لاين. ايوه الابيض خالص. الاي لاينز اهي اللي بالعرض اللي هي دي ودي ودي. ايوه دي معروفه. البي لاينز اللي بالطول من اول البلورال لاين لحد اند اوف ايمج. عشان اقول نفس اللاين برضه اللي هو اللونجيتيودنال زي ما حضرتك بتقول، هو نفسه متقسم
بالعرض شرط شرط كده. لا 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 هو متعصم شرط اسود اسود مش ابيض. اه اسود ابيض. ايوه بس هو كله ابيض. عشان اقول دو دو دي بي لاينز بيبقى فيه خمسه كاركترستيك للبي لاين. لونجيتيودنال من اول فيرتيكال هايبر كوت لاين بتطلع من البلورال لاين بتتحرك مع البلورال سلايدنج لحد الاند اوف ايمج وانا مش شايف ايه لاين. وانس في بي لاينز يبقى خلاص ما بقاش فيه ايه لاينز يعتبر ما بقاش فيه إيه. هل انا لو شفت بي لاينز بالنسبه لي كده خلاص يعتبر العيان فيه ميه؟ لا. اه كان بيقولوا ساعات انه بيبقى اسمه كوميك تيل بيبقى شبه ديل المذنب من فوق لتحت. هل دايما البي لاينز ابنورمال؟ لا. ممكن تبان في الالدرلي زي ما قلنا هي سببها الباثولوجي بتاعها الاساسي انترستيشيوم سيكنينج وانترستيشيوم قديم. ممكن في الالدرلي الانترستيشيوم يحصل له فايبروزيس فيبان ان في بي لاينز. عشان كده قالوا وجود البي لاينز سبب نفسها مش هي الاساس، اهم حاجه عددها. العدد بتاع البي لاينز لازم يكون من ثلاثة او اكتر بين في واحد ريب انتر سبيس. لازم يكون في ثلاثة او اكتر في واحد ريب انتر سبيس. يعني الريب هنا والريب هنا لازم يكون على الاقل في ثلاثة او اربعة. وجود اقل من ثلاثة ده يعتبر نورم. بي لاينز اه في بي لاينز اه في بي لاينز بس في اثنين. عشان كده بتوع العنايه لما يجوا يقولوا لنا ده الحياة في بي لاينز تقول له كام؟ كام في الانتر في الريب انتر سبيس؟ يقول لك اثنين قول له اتكل على الله. مش overloaded مش congested. في حاجة تانية لازم يكون في حاجة اسمها diffuse بي لاين. يعني ما ينفعش يكون موجود في اريا واحدة في كان ثلاثة او اربعة زي ما قسمناهم. ده المفروض ده systemic disease. ان العيان congested شوية لازم يكون موجود في كذا اريا. وبايلر موجود diffuse بي لاين زي مثلا وجوده في ثلاثة واربعة رايت وثلاثة واربعة رفت الارياز اللي احنا قلنا عليها يبقى ده systemic. يبقى ده غالبا بنسميه interstitium syndrome منها pulmonary edema. ده لو خدنا فيو اكتر مبينين اكتر من ريب انتركوستال سبيس ريب انتر سبيس بينهم كلهم بي لاين. كلهم بي لاين بين كل انتر سبيس في بي لاينز زياده عن اللزوم. ده يعتبر نقدر نقول ان العيان ده بالمونري ديما لو لقيناه اكتر من اريا. وده بيبقى اكتر شبه نزول الضوء من السحاب بعد غيام زياده عن اللزوم. لو قلنا السحاب اللي في النص الاسود دي ده يعتبر الريب انتر سبيس الشبه من جيل بتاعه. هل معايد ازاي البيلاينز؟ البيلاينز بالنسبة لنا الى حد ما لو قلنا ده واحد ده اتنين ده تلاتة يعتبر هنا في على الاقل تلاتة. ده في الريب انتر سبيس واحد. انت مش هتقدر تعدهم من صورة ثابتة. لازم تكون الصورة بتتحرك. انت بالنسبة لك البروب بتحركه مع الانسبيريشن. هل وجود دايما البي لاينز بالمونر اديما؟ لا طبعا. احنا قلنا ممكن يكون اقل من ثلاثة ده غالبا ده نورمال. بس ممكن يكون اكتر من ثلاثة ومش بالمونر اديما لو في لوكالايزد في حتة معينة زي في نيمونيا اتليكسيس لونج كونتيوجن بالمونر انفاكشن مالجنسي وفوكال بلورال فايبروز. عشان كده بالنسبة لنا انا لما بعت الترا ساوند لونج لحد هو ممكن يبص على حتة معينة ويقول لي راجل كونجست. انا بالنسبه لي لازم الهيستوري لازم اكون عارفه. العيان بتاعي انا لازم اكون عارفه. انا اللي اكون عامل له الالترا ساوند بتاع اللنج لان انا ممكن هو يبص على حته وما يبصش على حته ثانيه. النمبر اوف بي لاينز مهمه بالنسبه لنا. يعني انا خلاص اتاكدت العيان جاي الساعه 3 بالليل وفي بي لاينز في كل حته في البيزل في 3 و4 و3 و4 على الجنبين. دخلته الترا فلتريشن ولسه ضغطه عالي بس نفسه بقى احسن والكونسنتريشن احسن وما بقاش فيه كورس كريبيتيشن. المفروض اري اسس رينال اللنج الترا ساوند واشوف بي لاينز قلت ولا لا. البي لاينز سيجنيفيكانت مع الاماونت بتاعت الووتر. كل ما قلت كل ما كان الى حد ما بالنسبه لنا الميه اقل بكتير. البلورال فيوجن برضو بنشوفه بالسيرجيكال فيو من على غالبا بنشوفه على الاريا رقم 4. السونار بنمسكه سيرجيكال فيو ناحيه راس العيان. ده بالظبط انا اللي انا حاطط عليه الماوس ده الليفر اللي انا حاطط عليه هنا كده. المفروض تكون اللنج بارينكما موجوده. اللنج بارينكما موجوده هنا والاسود ده البلورال فلويد. اسود يعني فلويد يعني بيعدي مفيش ريزيستنس للالترا ساوند ويفز فبتعدي. ده بنشوفه عادي بنشوفه عادي في الجنبين. المفروض اشوفه من الجنبين والبيشنت نايم فلات.
في ساعات ناس بتبقى سلم زياده عن اللزوم فالالترا ساوند بتنزل لدرجه انها تخبط في الفيرتيبرال لاين بيبان حاجه اسمها سباين ساين اسمه سباين ساين. اخر حاجه الاي في سي عشان انا طولت. الاي في سي بنعتمد عليه على اساسه الفوليوم ستاتس زي ما شفنا بالنسبه لللنج لازم نشوف الاي في سي. الاي في سي ده يعتبر هو داخل للرايت اتريوم بنشوفه غالبا بالسوبرفيشال بروب او ممكن دي بروب لو كان الراجل اوبيس شويه بالطريقه دي نفس الموضوع ساجيتال فيو تاني. الساجيتال فيو بالنسبه لنا اساسي البوينتر موجود توورد هيز البيشنت هيد فبنشوف نعمل تيلتنج موجود عند الايجاستريوم بنعمل تيلتنج لحد ما نشوف فيو معين لازم نكون حافظين شكله بالظبط. ده يعتبر انا شايف دلوقتي الرايت اتريوم جبت الرايت اتريوم بالسيشن من الايجاستريك اريا تحتيه على طول لازم اشوف حاجه اسمها بوت شيب. البوت شيب بتاع الاي في سي بيبان لما انا اعمل تيلتنج شويه لحد ما اجيب الفيو اللي انا لازم اكون متعود على شكله ده كده الرايت اتريوم ده الاي في سي ده البوت شيب قارب شبه القارب يعني البوت شيب بتاع الاي في سي ده بيعتمد عليه على اساسه الفوليوم ستاتس هل العيان دي هايريتد هل العيان اوفرلودد ولا لا. بنشوف الاي في سي الكولابسبيلتي بتاعته بعد 2 سنتي من الجنكشن الايدر بونز زي ما بنقول سبكوستال فيو اوف بوزيشن السوبين بوزيشن اباوت 2 سنتي فروم ذا جنكشن وذ رايت اتريوم يوزنج لونجيتودينال اكسس اللي هو الساجيتال فيو. لازم اجيب اكبر فيو زي ما جبنا برضو اكبر فيو بالنسبه للكيدني عشان ساعات بيبقى لو انا جبت على جنب شويه بيبقى فيه اندر استيميشن للاي في سي اللي هو اسمه السيلندريكال افكت. انا جبت فيو اللي هو الفيو ده ساعتها على حاجه اسمها ام مود. الام مود اللي هي اسمها الموشن مود في الالترا ساوند. الموشن مود هي اللي بتبين لي قد ايه بالنسبه لي جوه فلويد عشان اقيسه بالظبط وبيقل وبيزيد. انا دلوقتي جبت الفيو اللي انا قايل عليه فوق ده البوت شيب بتاع الالترا ساوند اللي عايز فيه حسبته على الفيو مود. الفيو مود وعد الكونتر او الكونتر بتاعه لحد ما يجي التيوب على بعضه يبقى كده overloaded او داخل في بلبونري ايدين. ده يعتبر مفيش كولابسابيليتي خالص. dilated IVC ده العيان ده overloaded. ده يا دوبك انا شايف الاي في سي وعملت بالبي مود يا دوبك كلام صغير 2 سنتي نص سنتي الكولابسابيليتي بتوصل ل 2 من 10 سنتي كمان. الراجل ده دي هايدريتد. فبالنسبة لنا ده totally collapsed IVC ده يعتبر العيان دي هايدريتد. الكولابسابيليتي اندكس ارقام معينة الفكرة في الحساب الفكرة قد ايه انا قست وقد ايه اكبر حتة واصغر حتة. المسج النهائية ان احنا بالنسبة لنا لازم الالترا ساوند يبقى موجود في بالنسبة لنا واحنا بنمر في وحدة الطوارئ كده كده موجود في الاساطر موجود بالنسبة لنا عشان نشوف العيان overloaded ولا لا. ما نستناش يقول لنا السوماريست هل ده اند ستيج ولا كرونيك كيدني. شكرا.